جولة ثقافية وفنية لليوم رح نبلشها مع نشاطات عيد الأضحى، وبهالمناسبة بتنظم جمعية الإرشاد والإصلاح بالتعاون مع سوليدار وأسواق بيروت وبرعاية بلدية بيروت مهرجان الأضحى بدورته الخامسة. هالمهرجان بينطلق اليوم وبيستمر لغاية بعد بكرة الثلاثة 13 الشهر، وهو رح يفتح أبوابه يوميا من الساعة 4 بعد الظهر لغاية الساعة 9 المساء، ورح يتضمن المهرجان ألعاب الكرمس وألعاب النفخ، عروض حية ومتنقلة بالأسواق مثل ما بنشوف من الدورات الماضية، بالإضافة إلى حديقة حيوانات مصغرة، فنون وأشغال يدوية وهدايا متنوعة. النشاطات كلها رح يشهدها تقاطع فوش اللامبي، والبراد رح بتكون ضمن أسواق بيروت. إذا مثل ما ذكرنا المشاهد اللي عم نشوفها من السنة الماضية، رح منتابع ومننتقل إلى مهرجان إيل دو فرانس للموسيقى، وضيف الشرف لهالسنة هي الموسيقى اللبنانية، والافتتاح رح بيكون اليوم مع الفنانة اللبنانية فادية طوم بالحج وريسيتال بعنوان فوا ساكري بكنيسة سان نيكولاس سان ترنو أن إيفلين وبرفقة مجموعة من الفنانين. وبتذكركم إنه مجموعة كبيرة كمان من الفنانين اللبنانيين مثل جاهدة وهبي، زاد ملتقى، بشار مرخليفي، مشروع ليلى كمان رح بيشاركوا بإطار فعالية مهرجان إيل دو فرانس. بنسمع من أرشيف الفنانة فادية طوم بالحج. مسرح جديد بتستقبله خشبة مسرح مونو ابتداء من 22 أيلول، كتابة رولا حمادي، إخراج موريس معلوف، وتمثيل رولا حمادي، عمار شلق ومصطفى حجازي بعنوان حبيبي مش قاسمين. الفنانة رولا حمادي رح بتكون ضيفتنا أصلا اليوم تتعطينا تفاصيل كاملة عن هالعمل، وبذكركم أن العروض رح تستمر لغاية 16 تشرين الأول من الخميس للأحد. ننتقل إلى مهرجان الطلاب بجامعة الكافئات، الدورة الثانية من الـ AKU Student Film Festival، وهالسنة تحية للمخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا يلي أخرج أهم الأفلام مثل The Godfather، دراكولا يلي عم نشوف إنه بعض المشاهد، ورح بيكون في تحية لموسيقى أفلام فرانسيس فورد كوبولا مع المايسترو هاروت فازيليان. الافتتاح ب 18 الشهر على الساعة 7 المساء بجامعة الكافئات، بنشوف بعض المشاهد من دراكولا. There's a sinister, darker side to him. I find irresistible. I have never met any man with such a passion for life. He is unlike any man. What are you? Vampires do exist. This one we fight. مهرجانات ما زالت عامرة بلبنان، ورح ننتقل هلا إلى مهرجانات صيدا الدولية، وضمن المواعيد المقبلة موعد ب 16 الشهر مع الفنانة نانسي عجرم. وخبر أخير، وبيقدم برنامج زكي نصيف للموسيقى التابع للجامعة الأمريكية ببيروت، بيدعي إلى حفل بعنوان طرابلس وبيروت تغنيان تراثنا مع كورال الفيحاء بقيادة المايسترو بركة تسلاكيان، وضيفة الشرف رح بتكون الفنانة اللبنانية أميمة الخليل. الموعد ب 16 الشهر بالأسامبلي هول على الساعة 8 المساء، وبذكركم أنه كورال الفيحاء ب 19 تشرين الأول رح بيشاركوا بمباراة عالمية باليونان، على أمل أكيد طبعا يرجعوا للبنان مع جاي زي مثل ما عودونا. نسمع لك كورال الفيحاء. سنفر له عالسنفريان، سنفر له عالسنفريان، خيلة من
مثل كل نهار احد بيكون عندنا وقفه مع اغنيه متذكره، واليوم رح نرجع مع الفنان فهد بلان للماضي ونسمع منه اغنيه يا بنات المكلا. انا وقعت بداريكم ضاقت علي هديان، ايوه انا وقعت بداريكم ضاقت علي هديان، وانا روحي عنديكم لا تحرموني شبابي. يا بنات المكلا يا دوات العله، يا بنات المكلا يا دوات العله، يا صنع الله مع الله المحبه بارينا. يا بنات المدينه روحي عنديكم رهينه، يا بنات المدينه روحي عنديكم رهينه، وانتم عدتم يهدينا شرفتوا كل البريه. يا بنات المكلا يا بنات المكلا يا دوات العلا، يا صنع الله مع الله المحبة بارية. يا بنات الحضارية شاغلات المحارب، يا بنات الحضارية شاغلات المحارب، وتحبوا قلبي هايل لا تبخلوا عليا. يا بنات المكلا يا دوات العلا، يا بنات المكلا يا دوات العلا، يا دوات العلا. انا وقعت بداريكم ضاقت علي هديان، ايوه انا وقعت بداريكم ضاقت علي هديان، وانا روحي عنديكم لا تحرموني شبابي. يا بنات المكلا يا دوات العلا، يا بنات المكلا يا دوات العلا، يا صنع الله مع الله المحبه بارينا. يا بنات المدينه روحي عنديكم رهينا، يا بنات المدينه روحي عنديكم رهينا، وانتم عدتم يهدينا شرفتوا كل القريه. يا بنات المكلا يا دوات العلا، يا بنات المكلا يا دوات العلا، يا صنع الله مع الله المحبه بارينا. يا بنات الحضارية شاغلات المحارب، يا بنات الحضارية شاغلات المحارم، وتحبكم قلبي هايل لا تبخلوا عليا. يا بنات المكلا يا دوات العلا. واليوم الاحد بيكون عندنا موعد ثابت كمان من خلال اتصالنا مع زميلتنا ورده لناخذ منها التفاصيل عن حلقه اليوم من المجالس بالامانات. صباح الخير. الو صباح الخير بيارات. صباح النور فدات. وصباح الخير لجوال كمان، وكل عيد وانتو ولبنان بالف خير يا رب. اما عن عناوين المجالس بالامانات، فاولا اتس ناو اور نيفر، مهما التعطيل حفر. بالمقابل رهان على من هو رئيس الامريكان، مش وقته رئيس لبنان. في العناوين ايضا خلي عينك عجوليا، وفي الخاص كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. أما عنوان اللقاء فبين الأفلاطونيين وأصحاب المصالح، الغلبة لمين؟ الجواب مع دكتور فادية كيوان ضيفة المجالس بالأمانات. إلى اللقاء 8:30 إذاعة الشرق. شكرا، نتمنى لك حلقة موفقة. كيف عم بيكون وضع الطرقات حاليا؟ خلينا ناخذ فكرة مع جوال. المؤهل محمد ظاهر معنا من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، ومعه بنعرف أكثر عن أحوال الطرقات اللي من المفترض أن تكون هادية اليوم الأحد. مرحبا. صباح الخير. ينعاد عليكم. وعليك إن شاء الله. شو أنت بالشغل اليوم؟
صحيح. شو بدنا نعمل نحن قوى الامن الداخلي على طول 24 انتو جنود مجهوله، يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. كيف احوال طرقات اليوم بهالفرصه؟ يعني مثل ما حكيتي حضرتك، يعني مبدئيا اليوم بمناسبه الاعياد يعني رح تكون حركه صباحيه خفيفه على جميع مداخل بيروت الشماليه والجنوبيه وكذلك المدخل الشرقي من الصياد. نعم. كذلك عندنا داخل عاصمه بيروت حركه سير خفيفه على جميع التقاطعات والمحاور. اوكي. بدي اختصر بس شوي، بدي وجه نصيحة للمواطنين يعني والسائقين، بتمنى لهم التأيد بالسرعة المحددة على الطرقات واستعمال حزام الأمان وعدم التلاهي أثناء القيادة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، ليكون هالعيد فرحة لإلهم ولعائلاتهم. مزبوط. نحن بنتوقع انه كمان يكون في هدوء على الطرقات بالايام اللي جايه على القليله 2 و3، لانه صحيح كمان صحيح. فرصه عيد الاضحى، وبنعرف انه باوقات الفرصه وقت ما بيكون في عجقه على الطريق بتكتر وللاسف حوادث السير. امبارح قديش عدد الحوادث اللي تسجلت؟ مبدئيا الحمد لله اول شيء صفر اتلا معنا، يعني في 13 حادث نتج عنهم 17 جريح، اغلبيتهم يعني اصاباتهم طفيفه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ومثل ما قلنا انه بنتمنى بالايام اللي جايه يسوقوا على مهلهم. اوكي. الله. مخالفات الرادار، مخالفات الرادار تسجل عندنا 918 مخالفه سرعه ضمن ال 24 ساعه. نعم. شكرا لك المؤهل محمد ظاهر، يعطيك العافيه واهلا وسهلا فيك. نحن اكيد بنحكيكم بكره بريك جديد، نرجع من بعده نتابع اخبار صباح، خليكم معنا.